السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين القناة، اليوم أنا راح أستقبل عائلة طبعا قادمة عن طريق شركة ضيوف العربية. هذا المكان اللي نزلون من عنده، هذه بحيرة البجع يعني قريبة على حديقة الحيوانات، معروفة هذا المكان. هذه هي بحيرة البجع، هذه طبعا طريقها يجي من يم اليابانشي، يعني من يم اليابانشي وصولا الى هذا المكان اللي هو حديقة الحيوانات. بس حبيت اصور المكان. هاي العائلة طبعا جتي من العراق عن طريق شركة ضيوف العربية، راح استقبلهم اوديهم الى فندق شاهين الخاص بالعوائل واقوم لهم بقية الاجراءات ان شاء الله. يعني هذه هي بحيرة البجع، هذا المكان، هاي العربان الربل على الجسر، هاي شركة ضيوف العربية وصلت السيارة حاليا راح اتوجه لهم. حبيت بس اصور المكان واوضح لكم بالنسبه لخصوص الفيزا، مثل ما وضحت لكم راح انزل لكم موضوع بخصوص الفيزا التركيه اللي هي اللي يطوه للاقامه وما يطوه للاقامه. طبعا اكو ناس علقوا قالوا ماكو هيك شيء انه بعد ما يطون فيزا وما يسوون اقامه ومن هالسوالف. انا يعني اتصالاتي كلها عن جماعه يشتغلون بشركه جيت واي، افتهمت الفيلم كله من عندهم وبدي اسوي موضوع. طبعا الموضوع معاد راح يعتبر، ولكن توضيحي اكثر بخصوص الفيزا التركية بخصوص الإقامة. هاي السيارة وصلت مال شركة ضيوف العربية، هنا حديقة الحيوانات، هاي المستشفى الأنظر الكبيرة، الساحة المقابلها يم هذا الجسر المعلق الخاص بالمشاة، هاي الساحة معروفة، هاي شركة ضيوف العربية.
هسه راح ينزلون ان شاء الله واستقبلهم. ما اريد اطول الفيديو عليكم، مجرد حبيت المكان اللي اصوره، يعني مصوره سابقا. هذه حديقه الحيوانات، وهذا الجسر، وهاي الانظار الكبيره. لا ليش ليها؟ ليش ليها؟ هو ايش قد عمره؟ 19. زين والله. هذه شركة مترو، شركة مترو نقليات، نقل يعني حجز طيران باتجاه فندق شاهي. شارع المحاكم مو يسموه شارع اتاتورك هذا؟ حديقة اتاتورك. حديقة اتاتورك. تأشر ولا شو اسمه قبل بدون تأشيرة. هذا موقع فندق شاهين. واي استفسار طبعا انا حاضر، الرقم راح تشوفونه بالشاشه زائدا بالوصف وبالتعليقات ارد عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.